ترأس صباح اليوم وزير تدريب المهني وترقية المهن آدم دنجاي ناكور حفل تخريج الدفعة الأولى للمدرسة العليا للعلوم الإدارية التابعة لجامعة ياوندي الكاميرونية بحضور ممثل وزارة التعليم العالي والبحث والابتكار وعدد من الأساتذة إلى جانب أقرباء وأصدقاء الخريجين. آدم محمد شرف الدين. 3 أعوام مضت من التدريب والتأهيل بمدرسة العليا للعلوم الإدارية المسمى بإليو تريدي التابعة لجامعة ياوندي رقم 2 الكاميرونية، هم اليوم طلاب الدفعة الأولى لعام 2016-2017 يجنون ثمارها بزي عباءة التخرج وسط ذويهم وأصدقائهم، حيث بدأ الحفل رسميا بعزف النشيدين الكاميروني والتشادي. إذا ذلك قدمت عمدة بلدية الدائرة الثامنة والتي أسند على جهود العاملين بهذه المدرسة مشجعة الطلاب للمضي قدما على العملية التعليمية. عقب ذلك توالت الكلمات واحدة تلو الأخرى، من بينها كلمة مديرة المدرسة العليا للعلوم الإدارية محدية عثمان عيسى التي شكرت الحضور في بدء الأمر على تلبيتهم للدعوة، موضحة بأن الشباب هم رجال المستقبل وجيل الغد، مضيفة بأنهم سيساهمون في رفع تدني المستوى التعليمي في البلاد. نائب رئيس جامعة ياوندي رقم 2 الكاميرونية مول نانغ طلب من الخريجين الاجتهاد والمثابرة لتطبيق هذه المعلومات والاستفادة منها على أرض الواقع. ممثل وزارة التعليم العالي والبحث والابتكار جون كوماندوي أوضح بأن التعليم العالي بدأ سينحض يوما بعد يوم، وذلك بفضل سياسة الحكومة الرشيدة ورئيس الجمهورية إدريس دبي إتنو الذي أعطى إناية فائقة في القطاع التعليمي في البلاد، وهذا سيشجع حتما للدارسين في الحقل التعليمي للرقي نحو الأفضل. وزير التدريب المهني وترقية المهن أدم دنجاي ناكور في كلمته ثمن جهود الخريجين لمواصلة مراحلهم التعليمية، طالبا من الخريجين بذل المزيد من الجهد لإجمالي المشوار التعليمي التي تتمثل في مراحل التعليم العليا. عقب ذلك شهدت المناسبة توزيع شهادات للخريجين بمختلف الكليات والأقسام بالمدرسة، وكذا تكريم أحد الطلاب الذي تحصل على أعلى درجة علمية في المدرسة للالتحاق بجامعة ياوندي رقم 2 الكاميرونية. وإلى حفل تسليم وتسلم بين المدراء الجدد والسابقين بالإدارة العامة للجمارك وإدارة الضرائب بحضور العاملين بكلا الإدارتين. آدم حنفي وتفاصيل. بمرسوم رئاسي يحمل الرقم 007 القاضي بتعيين السيد فاندي داسيدي مديرا عاما لإدارة الضرائب خلفا للسيد أنغار تيغار جسرا سانغار، وأيضا المدير العام النائب الصادق شرف الدين سليم خلفا للسيد رماجي كايغينا. وفي هذه المناسبة كل الطرفان شكرا في حديثهم رئيس الجمهورية والكوادر المعنية بوزارة المالية والميزانية على الثقة التامة التي منحوها إليهم في الجانب الإداري وخاصة الإدارة العامة للضرائب. المدير العام لوزارة المالية عبد الله بحر بشر طلب من الإدارة الجديدة أن تعمل بخطوات إيجابية تسهم في التنمية الاقتصادية. وفي ذات السياق وصل وفد وزارة المالية إلى الإدارة العامة للجمارك لينصب المدير العام الجديد السيد جوجون أحمد شرف الدين خلفا للسيد إدريس النور عبد الكريم، وذلك بمرسوم رئاسي يحمل رقم 008. أثناء ذلك شكر المدير السابق كل الطاقم الذي اشتغل معه خلال فترته، وقال أنه أنجز العديد من المشاريع الجمركية التي تسعى إلى تحسين الدخل الجمركي. جوجون أحمد شرف الدين المدير الجديد للجمارك شكر في خطابه الجهات المعنية على الثقة التي أولتها إياه، مطالبا وزارة المالية بتأهيل عمال الجمارك من أجل محاربة عملية التهريب. المدير العام لوزارة المالية عبد الله بحر قد أوصى في خطابه جوجون أحمد شرف الدين ببذل الجهود من أجل سير العملية الجمركية بمراعاة ظروف الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد. قامت منظمة الدعوة بالتعاون مع أعضاء جمعيات المجتمع المدني بحملة نظافة ببعض من شوارع الدائرة الثامنة بهدف التشجيع والحث على النظافة وحماية المواطنين من بعض الأمراض التي قد تسببها القمامة. عبد الله هارون. مكافحة الأوساخ وتنظيف الشوارع هي أولى مساعي بلدية جمينة لجعل العاصمة خالية من النفايات. من هذا المنطلق
نظمت منظمة الدعوة العالمية بالتعاون مع الجمعيات المدنية يوما توعويا لحملة النظافة بحارة أنجاري بالدعيرة الثامنة. وخلال هذه الحملة التوعوية تحدثت القائمات بالجمعيات بأهمية النظافة ومساهمتهم في تعزيز مساعي البلدية في إطار مكافحة الأوساخ، مناشدين الجمعيات الأخرى والشباب والنساء للمشاركة في مثل هذه الأعمال الوطنية. ما رجينا نقشو أين حسينا كهي تخدم عشان بدل تخدم ده قلنا نجو أين كل نساء أدواء نقش البكان وكل شيء، وأي زول لقينا في الشارع في بيته يمرقوه وينظف. حاليا جينا للنظافة دارين نساعد المير ذاتك، نساعدوه ده في أي كارتشيكولا ندور نوق الناس للنظافة، والنظافة من الإيمان. أما عمدة بلدية أنجمينا مريم جيم عبيد أشادت بمثل هذه البادرة وجهود عمل الجمعيات المدنية بجانب البلدية لمكافحة الأوساخ ونظافة العاصمة. الأجباني فوق زيادة ده قالوا هم ما بس اليوم بقوفوا بمشوا في أي مكان عنده وساخة هم بمشوا بيصدروا، ده شغل علينا أجبانا مرة واحد. والشيء الثاني كمان قالوا هم بيسووا سنسيبيليزاسيون لأي مرة بس اتدور النظافة تعرف شامبرا بروب ده خشم دريبة برا كل خليقة بروب. يذكر بأن مثل هذه الحملة تقام في نهاية كل شهر من قبل منظمة الدعوة العالمية التي تعمل في مختلف الأنشطة الاجتماعية والخيرية. دشن مساء أمس عمدة بلدية الدائرة الخامسة محمد صالح موسى ملعبا رياضيا بالدائرة الخامسة. حضر المناسبة عدد من عمد البلديات بالعاصمة أنجمينة إلى جانب رئيس رابطة كرة القدم بمدينة أنجمينة والمهتمين بالمجال الرياضي. عبد الله هارون. تري الحكومة قطاع الرياضة والترفيه وتحديث الملاعب الرياضية العامة والخاصة اهتماما كبيرا، ومن أجل دعم هذه السياسات وفتح فرص للاستثمار والرياضة يأتي تدشين هذا الملعب الخماسي لكرة القدم من قبل عمدة بلدية الدائرة الخامسة، حيث قدم المهندس المشرف على بناء هذا الملعب محمد صالح جبريل شروحات مفصلة حول مساحة الملعب ومواد البناء المستخدمة فيه من نجيلة وشبكات وأعمدة إضاءة. رئيس رابطة كرة القدم بالعاصمة أنجمينة عبدالبكر عدري أثنى على هذه البادرة وقال إن بلدية الدائرة الخامسة هي ضمن البلديات في العاصمة أنجمينة التي سمحت ببناء ملعب خماسي فيها، كما أكد وقوف الرابطة مع كل من ينوي القيام بمثل هذه البادرة. وخلال كلمته بهذه المناسبة عمدة بلدية الدائرة الخامسة محمد صالح موسى قال إن أبواب البلدية مفتوحة لكل من يرغب في المساهمة بتنمية الرياضة الوطنية. ما يعني حكومة بس سواء مشروع وسواء للناس الأكثر كل الميري مع البارتنير دول يسو بارتنريا بريفي مينيسيباليتي ينتول تيران للباير والباير كمان يسي انيشاتيف وده عندنا في سنك مرة نسمع نقوله إذا نفاتي لأي بارتنر بجي بيسي بروجي في مسألة نشاب أنا سنك مرة نسمع إذا نفاتي لأ الليل ونهار. هذا ونشير إلى أنه في نهاية المناسبة قص العمدة محمد صالح موسى شريط تدشين الملعب، ومن ثم أطلق أول مباراة بين فريق إسنير أمريجيبي وفريق رينيسانس صنفيل. وفي الرياضة أيضا احتضن ملعب إدريس محمد أويا المباراة الودية بين فريق العافية مافيا والعافية بكرة بحضور محبي وعشاق كرة القدم. عباس أبكر وتفاصيل هذه المباراة. فريق الآفية بكرة يواجه الفريق الآفية مافيا في مباراة ودية جمعتهما بملعب إدريس محمد أويا. بعد إطلاق المباراة بدقائق تغيرت مجرياتها بتوالي الهجمات من قبل لاعبي الفريق آفية بكرة، مما أسفر ذلك بتسجيل الهدف الأول قبل نهاية الشوط الأول بثمانية دقائق من قبل اللاعب إسحاق خميسة. هدف دفع لاعبو فريق الآفية مافيا بتكثيف الهجمات لتعادل النتيجة، ولكن لم يتمكنوا من ذلك حتى نهاية الشوط الأول. أما في الجزء الثاني من المباراة فقد عاد الفريقان بسمة الشجاعة، الأحمر لإضافة الهدف والآخر لمعادلة النتيجة، لتنتهي المباراة بهدف يتيم لصالح فريق الآفية بكرة. عقب نهاية المباراة أوضح رئيس اللجنة الرياضية أن أهمية الرياضة لأن شنو الثاني يصير رياضة ده يعني بقدر يدافع من الملل يعني يقال إن الأمراض الديابيت السكري التنسيون لوك شندل بنو وشاف أهمية. ومن ثم سلم الرئيس كأس رمزي لفريق الفائز المرتدي الزي الأحمر وتقديم مظروف مالي لفريق الخاسر في المباراة الودية
لتشجيعهم. قدم مساء أمس رئيس حزب الديمقراطيين والاشتراكيين جبريل حسين مرسال قدم حديثا صحفيا قدم فيه التهاني لفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بحلول العام الجديد. نستمع جزء من هذا البيان. سنة 2010 كان كملت دي سنة إيجابية لحزبنا، ما لا قلنا عشان هو الحزب النشيط في الساحة السياسية الشادية وقائد برود كل ما وقت في المسائل التخص البلد، التخص الرئيس الجمهورية تخص الحكومة. بصفتك كحزب عن الأغلبية الرئاسية الUDS بيجيب بساند رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وبقول مبسوط بالقرار اللي كان شاله اللي كان نقص فوقه عدد عن الأعضاء عن الحكومة 24 كلهم رجال الخبرة ونصبوهم في مكانات المناسبة. رئيس الجمهورية في خطابة بمناسبة عن الدخول للسنة الجديدة قال سنة 2008 بكون فوقها انتخابات تشريعية، وده الشيء اللي كان قاعدين بيتمنوا كل الأحزاب السياسية بصفة عامة. بنتهز الفرصة دي الUDS بيقدم تهاني الحار عن الصحة السعادة الازدهار وطول الأمر لرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، للأعضاء عن حكومته، للمناضلين والمناصرين عن الUDS في الداخل وفي الخارج، ولكل الشعب التشادي بصفة عامة.